اللي خلى الحبتور يتحبطر اللي اتكلم على تركيا قبل كده وقال لك لازم نقاطعها، فاكر انت الفيديو القديم، ونعملها ونربيها وهذول الاتراك لازم نطرد شركاتهم من ارضنا، يطلع امبارح يا اخويا الحبتور راكع ساجد قايم نايم. الحبتور، ايوه الحبتور، الحبتور، اي والله الحبتور، خلف الحبتور، لسه حته صغيره، لسه بقى الجبير هيقول عن تركيا العظمى، لسه محمد بن زايد، بس محمد بن زايد هيجي بعدين، هيجي محمد بن راشد الاول وبعدين محمد بن زايد عشان ما تلخبطش، لان محمد بن زايد مش بتاع بيزنس، محمد بن زايد بتاع اسرائيل، انما اللي بتاع البيزنس هو محمد بن راشد. وخلف من دبي، خلف يقول لك والله يا جماعه نتعاون، تتعاون معانا تركيا. تركيا يا خلف، ايه يا خلف جلالك ايه؟ قال لك يا سيدي القلم اللي وقع على قفا حنظله علم فيه. وزي ما قلت لك امبارح اردوغان تاديب وتهذيب واصلاح. ولسه العصا كانت في ايده وطلعها النهارده، بس اسمعك الاستاذ خلف في نسخته الجديده، خلف الحبتور يدعو الى التعاون مع تركيا. خلف الحبتور بتاع الامارات، لا اله الا الله، سبحان مبدل الاحوال، الله يرحمك يا جمال، اللهم احسن الى جمال كما احسن الى هذه الامه بدمه، والله اللهم احسن اليه واجعل دمه لعنه على الظالمين. هذا الرجل قتل لكي يركع هؤلاء، ما شفتش كده، لم يحملوا سيفا، لم يحملوا بندقية، لم يحملوا خنجرا، حمل الكلمة قالها ومشى، فركع هؤلاء من بعد. ايه ده؟ إيه ماذا بينك وبين ربك؟ بجد بمنتهى الإخلاص، يعني جمال يفتدي الأمة دي كلها ويركع العالم دي كلها؟ لا إله إلا الله. يا سيدي الحبتور اتفضل، والله تعالى تركيا وقعد محمد بن راشد ولا اسمه ايه، وتعالى اطلع معانا هنا بقى، بعدين هتتوب كده وتبقى كويس، برضو العالم حلو، الواحد لما يبقى كويس يبقى كويس، تعال تعال، بس مش بعد بكره تطلع تعمل كده، بعد محمد بن سلمان ما يعدي واخد بالك ترجع تقول تركيا بنت لذينه والاسلاميين والخلافه. سمعنا محمد هو لابس البلوفر الاحمر ده، خلف قصدي، جميل امور مش وحش، يعني يجي منه طالما يعدل مساره يبقى حلو، يبقى نعدلها بدل اردوغان تاديب وتهذيب واصلاح نسميها تعديل سلوك واصلاح، يعني عادي. ماشي اتفضل يا سيدي. الرئيس أردوغان رئيس جمهورية تركيا، وأطلب منه التقارب إلى مجلس التعاون الخليجي، إلى الرياض، المملكة العربية السعودية، إلى مجلس التعاون الخليجي العربي، بدلا من التقارب إلى إيران. نحن دم واحد، تقارب إلى السنة والشيعة العروبيين اللي هم الوطنيين القوميين المهمين في هذه المنطقة في الشرق الأوسط وفي الخليج العربي، والابتعاد عن الملالي.